السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ بكونوا بألف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده مميز جدا. فيديو النهارده لسيدة تركية ملكة المعجنات، خبرة السنين كلها في المعجنات. هنشوف اول حاجة مع بعض كده الحاجات اللي بتعملها دي في بداية الفيديو. عبارة عن فطاير شهية جدا. الفطاير دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق، وكمان حاطة فيها كده الزبدة من جوه، وحاطة كمان عجنها بالمية عادي جدا، يعني الدقيق والزبدة والمية، ومفيش فيها حاجة اكتر من كده. وهنشوف كمان دلوقتي شكل الفطاير اللي هتطلع معانا، شهية جدا دي. طبعا كمان شكل الفطاير، وبدأت تحط عليها كمان كده وش اللي هو صفار البيض، وكمان مخلوط بشوية من اللبن، وهتدخلهم الفرن زي ما احنا شايفين، وهتطلع معانا الفطاير شهية جدا. بس طبعا قبل ما نكمل الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. تعالوا نشوف هنا كمان برضو مع بعض الجهاز اللي هو بتاع الكبيبة، اللي ناس كتير جدا اعجبت جدا بيه وفكرت ان هي تشتريه. تعالوا نشوف هنا كده بيطلع معاها شكل الكبيبة عاملة ازاي. شايفين طبعا العجينة طلعت جاهزة معاكي، وانتي طبعا بتحطي جواها الحشو، وطبعا بتضغطي عليها بياخد معاكي شكل الكبيبة بالطريقة الاحترافية اللي احنا شايفينها دي. وطبعا بتقول ان الجهاز ده مش غالي خالص، يعني سعره بسيط جدا. بس شايفين طبعا كلها بتطلع معاكي نفس الشكل ونفس الحجم، وشكلها حلو جدا. بعد كده طبعا بتحمريها في الزيت، وتبقى معاكي الكبيبة جاهزة جدا. دي طبعا بالنسبة للناس اللي بتحب الكبيبة، وكمان شكلها هيبقى على السفرة معاكي مميز جدا، لان طبعا كلها نفس الحجم، متساوية في الشكل وفي الحجم، وشكلها شيك ومميز جدا. تعالوا نشوف كمان ليها وصفة تانية حلوة جدا هتعجبكم. هندخل على الوصفة التانية بتاعت المعجنات. بتقول بقى العجينة دي تمشي معاكي في كل المعجنات اللي يمكن هتشوفيها في الفيديو بتاعي النهاردة. عبارة عن دقيق والخميرة ومحسن الخبز ورشة الملح والسكر، وكمان ممكن تضيفي زبدة او شوية زيت حسب اللي متوفر عندك. ضافت هنا كمان كده الشوكولاتة، وكمان شوية من بشر المكسرات، وهتبدأ تقطعها كده. بتقول حابة تضيفي الشوكولاتة، حابة تضيفي طبقة من العجوة، دي حاجة طبعا اختيارية بترجع لك. وهتبدأ تقطعها كده رولات طويلة زي ما احنا شايفين، وهتبرمها زي ما احنا شايفين كده، وهتاخد طبعا يعني الأشكال اللي هي الخبز التركي عامة طبعا، والمعجنات التركية مشهورة جدا بالوصفات المميزة بزيادة. يعني شايفين طبعا شكلها كده شهي جدا، شكلها يفتح النفس. شايفين طبعا شكلها من جوه وهي يعني مفلفلة كده، شكلها حلو قوي. تعالوا نشوف هنا كمان برضو هتعمل ايه معانا في الطاسة. حطت الزيت يسخن، وبعد كده نزلت عليه عشان تشوح صدور الفراخ زي ما احنا شايفين، لحد طبعا ما تاخد اللون الفاتح اللي احنا شايفينه. وهتنزل المية بتاعتها، نزلت بعد كده عليها بمعلقة كبيرة من الزبدة، ونزلت كمان بكل البهارات اللي احنا شايفينها، البابريكا، نزل بالملح والفلفل الاسود، وهنا كمان برضو فنجان مية بسيط جدا. هنا بتعمل بقى ايه؟ اللي هي شاورمة الفراخ اللي احنا شايفينها. بس طبعا بتحب بتسقي العيش الشامي عامة او عيش الشاورما بالمية، او كمان بالصوص بتاع الفراخ. بتقول بيطلع معاكي اللي هي شاورمة الفراخ دي شهية جدا، وطعمها مميز وحلوة جدا. تعالوا نشوف هنا برضو مع بعض كده عملت معانا نفس الفطاير، وكمان هتحشيها من جوه باللحمة المفرومة. هي هنا عاملة عبارة عن اللحمة المفرومة، وحط عليها كمان زي فلفل وطماطم وحاجات بسيطة كده، وشوية التوابل دي أشبه بقى طبعا بإيه عندنا في مصر، بالحواوشي المصري. شايفين بس هنا طبعا بقى عاملة هنا العجينة بنفسها، وبتحمرها هنا كده على الطاسة، وده أشبه طبعا زي طبعا ما قلتلكوا بالحواوشي المصري عندنا هنا في مصر، يعني بلاد الشام عامة أو في تركيا بيعملوه بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. وفي الآخر كده بيطلع معاهم العيش، ممكن يدهنوه من بره بالزبدة ياكلوه زي ما هو. دي حاجة طبعا اختيارية بترجع ليكم. بس عامة في الأول وفي الآخر يعني الهدف واحد من نفس الأكلة، يعني مفيش أي اختلاف غير حاجات بسيطة جدا. طبعا كل البلاد العربية أو كمان في بلاد تركيا أو بلاد الشام عامة الاكلات كلها بتشبه بعضها، بس طبعا كل بلد كده لازم تحط التاتش بتاعها زي ما احنا شايفين. تعالوا نشوف هنا كمان برضو الحشوة بتاعت البيتزا دي هتكون عاملاها ازاي.
عامله هنا طبعا العجينه بتاعت البيتزا نفس العجينه اللي قلت لكم عليها في الاول، الدقيق والميه ممكن تعجنيها بس اللي يستحسن بالميه، ومحسن الخبز والخميره وشويه الزيت او الزبده. وبتقول طبعا الحشوات دي اختياريه، لحمه مفرومه، سلامي عايزه تحشيها بالتونه، عايزه تحشيها اي حاجه موجوده عندك تنفع طبعا، سي فود. تعالوا نشوف هنا كده مع بعض كمان هتعمل معانا الكرات الصغيره اللي هي اشبه بلقمه القاضي شويه، وهتبدا من جوه او معجنات عامه، وهتبدا من جوه تفتحها وتحط فيها الحشوات بتاعتها. شايفين طبعا من جوه شكلها حلو جدا ونفشه ازاي، وهتبدا طبعا دي يعني اشبه بالاكلير شويه، اشبه زي ما قلت لكم بلقمه القاضي مثلا، قبل طبعا ما تحمريها او تحطيها كمان في الزيت او الاول العسل بتاعها. هنشوف طبعا هنا هتعمل ايه معانا. بتحط لها هنا كمان برضو الكرات دي، بتحط لها عباره عن صوص من الشوكولاته، وبتقدمها في الكاسات اللي احنا شايفينها دي، وبيبقى شكلها شيك ومميز جدا، وبتقول الطعم بيكون رائع جدا. تبدا طبعا بقى هنا تضيف لها هيك كده نوع من المكسرات، اي نوع موجود او متوفر عندك، وتقول دي كده بتبقى حلوه سريعه، شكلها حلو جدا وكمان طعمها مميز جدا. شايفين طبعا شكلها عامل ازاي. تعالوا نشوف هنا كمان برضو نوع من المعجنات بنفس العجينه اللي احنا شفناها في بدايه الفيديو، اللي هو الدقيق والخميره ومحسن الخبز والزبده، وكمان برضو او الزيت، ودي حاجه طبعا اختياريه الزبده او الزيت. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كانت جايبه معانا هنا كده زي بطاطس ومعاها كمان جبنه موتزاريلا، وهتبدا كمان تلف فيها العجينه كويس جدا، وهنشوف هتعمل ايه في الاخر. تفرشها هنا كده كمان في الصينيه، وهتسيبها كمان شويه من الوقت عشان تختمر العجينه معانا، وهنشوف في الاخر بعد طبعا ما هتدخلها معانا الفرن هتبقى عامله ازاي. بتحط لها هنا كمان كده وش من البيض واللبن، وهنا كمان برضو حبه الباركه او السمسم، وهنشوف كمان شكلها وهي خارجه من الفرن. بتقول بقى حابه تحشيها بالجبنه بس، تحشيها بالخضار البطاطس والجبنه، دي حاجه اختياريه ترجع لك انت. هنا كمان برضو نفس العجينه، لان طبعا انا قلت لكم ان هي ملكه المعجنات، يعني بتحب المعجنات جدا وبتبدع فيها بكل اشكالها وصورها. نفس كمان برضو الجزء بتاع المعجنات، هنشوف هنا بقى هتحط الفطاير دي في الطبق وهتحطها كلها فوق بعض، وهتبدا كمان كده تشيل معانا الفطاير واحدة واحدة. عاملة هنا فطير اللي هو عبارة عن الدقيق والمية والزبدة او الزيت، يعني حسب طبعا الاختيار بتاعك، وبتعمل فطاير زي ما احنا شايفين كده. هتاخد كمان شكل الرول اللي احنا شايفينه ده في الصينية، وهيطلع شكلها حلو جدا. شايفين طبعا الابداع في فن الاكلات بقى، يعني الناس بقى اللي بتحب العزومات وكده تقدري تعملي الافكار دي كلها تنفع معاكي جدا. شايفين طبعا شكلها من جوه، وبتقول طبعا الحشوات دي اختيارية وحاجة ترجع ليكي. تعالوا نشوف هنا كمان برضو دي اشبه بالدنس شوية، طبعا هنا برضو نفس الفكرة بتاعت الفطاير، وعملها هنا كمان برضو وش البيض باللبن، وحط عليها كمان برضو حبة البركة والسمسم من فوق. بتقول طبعا تقدري تعملي الفكرة والحشوات من جوه بكذا فكرة مختلفة ترجع ليك. انا كمان طبعا شفتوا شكلها عامل ازاي، شكلها حلو جدا. تعالوا نشوف هنا كمان برضو نوع حلو جدا من الحلويات اللي هتعملها معانا. حطت البيض وكمان حطت عليه الزيت والسكر، وهنا كمان كوباية من اللبن، وكلهم طبعا بنفس المعايير متساوية جدا. بدأت كمان هنا كده تنخل الدقيق، وعليه كمان البيكنج باودر، وعليه كمان محسن اللي هو طبعا الحلويات عامة، وفي البولة دي هتقلبهم كويس جدا، وهتبدأ تنزلهم في الصينية اللي هنشوف شكلها كمان دلوقتي. وكمان طبعا كانت دهنة الصينية، وبدأت ترش عليها كده من فوق اي يعني مكسرات حابة تضيفيها، تضيف لها سمسم عادي جدا، دي حاجة اختيارية. وشايفين طبعا شكل الكيكة خارجة معانا حلوة جدا. كلها طبعا افكار بسيطة جدا في الاكلات، انما الابداع بقى والفن هو اللي بيفرق جدا.
طبعا دي كلها وصفات حلوة جدا، لو جربتوها وعجبتكم الوصفات دي هستنى تعليقاتكم الحلوة، وهستنى كمان اللايك الحلو اللي منكم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي أنا بنزلها. أشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.